افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد المؤتمر السنوي الخامس لمجلة الأهرام الاقتصادي تحت عنوان التنمية المستدامة والتحول الرقمي، الفرص والتحديات. وخلال كلمتها في افتتاح المؤتمر استعرضت الوزيرة جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة. تطوير الخدمات النهاردة على المستوى القومي حصل فيها طفرة كبيرة جدا. بنتكلم على تطوير كافة الخدمات النهاردة من خلال عندنا بوابة مصر الرقمية اللي هي بتتعامل مع كافة الخدمات اللي بتتم، سواء هذه الخدمات بتتم من خلال البوابة، بتتم من خلال المحمول، بتتم من خلال المراكز المتنقلة أو المراكز الثابتة اللي قامت بيها وزارة التخطيط في المحليات، أو النهاردة الخدمات اللي بتتم مع وزارة العدل من خلال التوثيق والشهر العقاري. السوق السياحي الروسي هو سوق رئيسي لمصر، وكان يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة على مدار سنوات طويلة جدا لحتى نهاية 2015، فإن شاء الله عودته إلى المنتجعات السياحية الساحلية هي خطوة مهمة. السائحين الروس بيصلوا إلى مصر من عام 2018 عن طريق مطار القاهرة، الآن بإذن الله وفي القريب العاجل سوف يعودوا إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر. المحاور كلها على التحول الرقمي في مجالات الاقتصادية، سواء المجال البنكي، سواء المجال العقارات، لأنه برضو العالم الرقمي فيه الشكل المدن الذكية وخصوصا العاصمة الإدارية والمدن الجديدة اللي هي بتعتمد على الجيل الرابع في كل تطبيقاته. عندنا السياحة والطفرة اللي هي بتحصل فيها، وكل التحول الرقمي اللي في مجال السياحة الإلكترونية والحفاظ على المقاصد السياحية والزائرين ليها بعد الأزمة الأخيرة.